بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكو. شرحت في الدروس اللي فاتت الشغل على ترافيك مونسون، دلوقتي هنشوف إزاي بتقدر تربح منه عن طريق مشاهدة الإعلانات. كل اللي بتعمله يا شباب إن أنت بتيجي على كليك هير تو كاش لينك. طبعا إحنا شفنا إزاي بنجيب الموافقة على إنك تقدر تشوف الإعلانات، جابت أبروفد أهي في الدرس اللي فات، وهتلاقوا بإذن الله تحت الفيديو في رابط كامل عليه كل دروس الترافيك مونسون. تمام يا شباب، البالانس 15 اهو، هنقول له كليك هير تو كاش لينك. هنجيب ده مثلا، ده سعره 001، اقول له كلايم، وبعدين بشوف الاعلان كده لحد ما ينتهي، واكتب الارقام اللي بتيجي في المربع ده، 635 635، واقول له كريدت كليك، واقول له باك تو اكاونت، وبعدين نجيب الاعلان اللي بعده. بنتظر طبعا، الاعلان ده طويل شوية، بنتظر لما ينتهي واروح كاتب الارقام، وبيجي لي بيضاف لي في الرصيد بقى على طول. في طبعا معايا كمية اعلانات كبيرة، لو حتى الاعلانات اختفت انتظر شوية وارجع افتح الاكاونت هتلاقي الاعلانات من تاني. كل اللي بعمله ان انا بنتظر لما الوقت كده ينتهي واخش اكتب الايه الارقام اللي بتظهر اهي، 1 4 8، واقول له كليك، يقول لي ثانك يو، انت كده خدت الايه الكريدت ده، واجيب كلايم تاني لحد ما انهي كل الاعلانات، لحد ما انهي كل الاعلانات. فانا هوقف دلوقتي لحد ما انهي كل الاعلانات، وبعدين نعملها تاني. طبعا كم اعلانات كبير جدا انا عمال بشغله اهو، انا بفضل ان انتوا تبقوا شايفينه اونلاين احسن. كل اعلان من دول بنتظر لما ينتهي كده، وكله بيتضاف في الرصيد في النهاية. يعني احنا كنا شايفين الرصيد سوا، دلوقتي لما انهي الاعلانات هنشوفها تاني مع بعض. 3 9 9 8، نقول له كليك، نقول له باك تو اكاونت. بصوا كم الاعلانات، وبعدين اروح للتاني. كل الاعلانات دي تخلصها بتاخد الربح بتاعها بيتضاف للوحة بتاعتك على طول. طبعا دي الطريقة المجانية، دي الطريقة المجانية ازاي بنكسب. بصوا شباب، في فكرة جميلة قوي، انت هتخش تسجل تمام، هتشوف الاعلانات كده مجانا. طيب عايز تربح اكتر، حاول تدي الشرح لحد من اصدقائك، بس تديله الرابط بتاعك انت يسجل منه. يعني اللي هيسجل تحتك الاعلان اللي هو بيشوفه هيجي لك منه ربح. يبقى لو مثلا سجل تحتك 10 اشخاص، كل يوم هيجي لك منهم دولار. لو 10 اشخاص مثلا كل يوم هيجي لك منهم دولار، وانت كمان بتشاهد ب 30 40 سنت مثلا، يعني قول متوسط اليوم دولار ونص، يبقى الشهر معايا في حوالي 30 دولار او 40 دولار او 50 دولار. تمام، يبقى لو انت بتشاهد مثلا بيجي لك 30 سنت، معاك 10 اشخاص تانيين، 10 في 30، شوف بي 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 بيجيبوا كام وهكذا. يعني المهم حاول انت بايدك بتشوف الاعلانات، وحاول تجيب الاصدقاء بتوعك يسجلوا من رابط الريفرال بتاعك، هم هيكسبوا كده كده، هيكسبوا بنفس الفكرة، وانت بتاخد برضو عن النقط اللي هم بايه بيعملوها. ده للناس اللي عايزة تربح بدون انهم يحطوا اي فلوس خالص. تمام، بس بنضطر بس علشان ندخل بنك البيزا نحط فيه 2 دولار، ونخش نشتري بيه اي حاجة زي الفيديو اللي فات اللي انا حاططه لكم، وهتلاقوا رابطه تحت الفيديو، علشان لما اعوز اسحب الفلوس بتاعتي اسحبها على البيزا. طبعا السحب بيتم في اقل من ثانية، بتقول له سحب خلاص الفلوس بتبقى عندك. يبقى دي الفكرة الايه المجاني، ان انا اشوف الاعلانات بالشكل ده اهو، انا عمال بتفرج عليها كلها، واقول له باك تو اكاونت تاني. مش بصوا لسه قد ايه، لسه كل دول، لسه كل دول. طبعا الطريقة التانية وهي شراء باقات، وانا فعلا شاري باقات وهوريها لكم في الدرس الفيديو اللي جاي،
علشان يبقى كل حاجة مستقلة بحاجتها كده، عشان ما اعملش فيديو طويل قوي محدش يتفرج عليه. انا بعمل فيديو مجزأ للايه، للحاجات اللي انت بتبدأ تشتغل عليها، انت هتشوفه خلاص هتشتغل على كده. وبعدين يا شباب ده هي كلها 10 دقايق او ربع ساعة منك يوميا، ما بتاخدش منك وقت، بس بتجيب لك ربح على الانترنت. وطبعا مش موقع واحد بس، اعمل اكتر من موقع. كل المواقع دي بتسندك نهاية الشهر، بتيجي تبص تلاقي ان اصبح معاك ايه، ربح. طبعا انا بادئ من الصفر خالص، ما كانش في اي حاجة خالص نهائيا، لا كان في رصيد هنا ولا هنا، بس الحمد لله ان انا بواظب بس على الشغل. ودلوقتي شباب حتى كنت شغال شوية، وبعدين الايه الاعلانات اختفت، بس بنتظر شوية كده وبلاقيها ترجع لي تاني هنا، وادخل ايه اشوفها. طبعا لو انتم شايفين ادي الرصيد زاد عن مكان اول الفيديو، تمام. يبقى دي يا شباب الطريقة المجاني. بتاخد الرابط بتاعك منين؟ تديه للاصدقاء علشان يسجلوا. تاخد الرابط بتاعك من تحت هنا كده يا شباب. تعالوا بقى نشوف في الفيديو اللي جاي الطريقة اللي بفلوس، ازاي بتربح من ترافيك مينسون بالفلوس.